عند جميع المداخل المؤدية للبوابة الجنوبية، جميع المداخل المؤدية للبوابة الجنوبية عليها أمن حراسات خاصة. يا جماعة الشرطة محاولة بتمنع أي متظاهر، أي متظاهر يخش من كل ناحية. خلاص احنا واقفين من الساعة 8 الصبح وفقنا بالجهات المعنية، جهات الأمن اللي احنا استأذننا منها، اللي استأذننا منها حسب قانون التظاهر والتزمنا، وقفنا ناس مؤدبة وفوجئنا ان تم تغيير المسيرة من البوابة الخلفية الى هذا المكان. ومع ذلك هناك بعض الزملاء تم احتجازهم على الطريق السريع او على الطريق الدائري وعند البنزيمة من الجهة الشمالية، وفي مجموعة تانية خلاف كده حدث ولا حرج. خلفنا في ناس ليس اصحاب قضية، ليس اصحاب فكر، ليس ليهم اصحاب موضوع، جايبينهم من قبل بعض اعلاميين، جايبينهم من قبل بعض جهات اعلامية او جهات سيادية بتقول علينا ان احنا اخوان وارهابية والمسميات حدث ولا حرج وغير ملتزمين، وناس جايبينهم من حزب الخير الله، وناس شرفاء في حزب الخير الله. احنا بننادي ان الاعلام يوصل صوت زملائنا اللي تم احتجازهم الان، مش عارفين معاهم ياسين ولا معاهم اي حاجه، جايين معاهم ان هم في مكان التظاهر. نتمنى من الاعلام الحر الموحد صاحب الراي، صاحب الراي اللي هو الاتجاه الاول والاتجاه الثاني، ليس لي طرف من الاطراف ان تبلغ هذا للقيادات والاعلام حتى يتم الاطمئنان عن زملائنا اللي تم احتجازهم على الطرق الخلفيه الان.